السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم البنات ان شاء الله جيت ندير معكم واحد السيمنات معمرين بفشوه اقتصاديه وغزاله، كيجيو روعه. ما كاينش ما احسن منهم في الحقيقه. الكوتي ولا البنات كنحتاجو هنايا، عندي 5 نتاع الكيسان نتاع العنبه نتاع الدقيق فرز، وعندي كاس نتاع السميد نتاع العنبه، وعندي خميره نتاع الحلوه وحده، عندي ملح، عندي هنا سكر كلاصي لحقاش متوفرش عندي السنيده في هذه اللحظه، فغادي نقضي بهم البنات. دابا غادي ندير هاد النواشف، غادي ندير حتى الخميره تاع الحلوه، وغادي نجمعهم بالماء دافي. بسم الله. المهم غادي نعجنو عجينه تاع المسمن عاديه. بسم الله، ما يكون عندنا دافيه البنات. بحال هكا غادي نجمعها، غادي نجمعها مزيان. المهم انا غندوز باش نديرها فواحد القصعه كبيره باش نتحكم فيها ندلكها. راكم معايا حباباتي؟ البنات دابا غادي ندير لها شويه نتاع الزيت. البنات انا دلكتها شويه ماشي كاع بزاف لحقاش ما عنديش الفينو، عندي غير السميده، السميده شويه غليظه ف كيخصني ندير لها هكاك باش يترخف عندي. المهم غادي ندير لها درك السلوفان وغادي نخليها شويه تنطلق بلا ما حضرنا ان شاء الله الحلوه ديالنا. ونولي معكم احباباتي البنات. هاني جيت نصايب الحشوه، درت نقلع النار، غادي ندير شويه نتاع الزيت، حسب 4 نتاع المعالق نتاع الزيت. وعندي هنايا بصله مشلضه، ندير بصله مشلضه كنحرك فيها حتى تنزل. غندير شويه نتاع الملح، صحيح الذوق، غادي نبقى نحرك البصله حتى تنزل، وعاد نضيف عليها كرب مهم واحد جا كيسميه، وشويه نتاع الربيع قزبر ومعدنوس حتى هما نزلهم، نبقى نحرك بحال هكا حتى تنزل. وراكم معايا حباباتي البنات، هيا نزلات عندي شويه نتاع البصله. غادي ندير هاد العناصر، غادي نخلي قزبر بلاتي شويه تنزل عندي هاد الطرب، عاد نزيد الكفته،
البنات هاد المسمنات غادي نديرهم بالكفته، غادي نهزو عندي وندير الكفته ونتلاقى معكم. مرحبا بعتي البنات. هو نزل شويه نتاع الكروب، البنات غندير ضفت عليه 10 دراهم نتاع الكفته، وغادي نبقى نحرك فيها يا البنات مزيان مزيان. وغادي ندير الثوم بودره، الثوم بودره كتواتى يا البنات كتجي غزاله بسم الله ما شاء الله. وغادي نضيف شويه عندي هنايا شويه نتاع الابزار، شويه نتاع الكمون، شويه نتاع سكينجبير، غادي نضيفهم وغادي نحرك مزيان حتى طيب. عندي غندير شويه ديال المعدنوس والقزبر. البنات هاني قطعت المسمنات شويه يرتاحوا لي ودرت لهم السلوفان، من يعني قطعتهم عادي يا حبيباتي راكو عارفه، نخليهم يرتاحوا ونكملوا ان شاء الله التحضير ديال الحشوه. البنات هي الكفته ديالنا حتى هي طابت. البنات زدت شويه نتاع الخرقوم ما ذكرت لكمش البنات. وعندي هنايا الشعريه الصينيه شديتها طيبت الماء ودرتها عليها وتسلقت وقطعتها، يعني ماشي تسلقت غير الماء طيب حطيت عليها وقطعتها، وحتى هي غادي نضيفها يا البنات. وفي هذه اللحظه يا البنات غادي نطفي البوطه وغادي غير نحركها، غادي نحركها باش ندمج وتدخل هذيك لاصوص لداخل والكفته ونخليها تبرد باش ندوزو نعمرو المسمنات ان شاء الله ديالنا. حباباتي هاني جيت دابا باش غادي ان شاء الله نعمرو المسمنات ديالنا. ها هما تشوفوا بسم الله ما شاء الله، ها هما طخفوا ومع فيهم الخماره نتاع الحلوه، يعني كيجيو رطب. بسم الله ديرو شويه نتاع الزيت. البنات هاي الحشوه ديالنا، انا ضفت لها الشعريه الصينيه بسم الله ما شاء الله، الرائحه ما شاء الله. دركي غادي ان شاء الله نبدل المسمنات، غادي نطلقهم بسم الله. غادي نطلقها البنات بسم الله. هاي بلاتية نجيب شوية نخدمو البنات الجناب باش ميبقاوش غلاض. الجناب نخدموهم المهم غادي نوريكم أول وحدة كي غنعملها. شو البنات كيبقى يبان سطح العمل باش ما تجيش غليظه. بسم الله غادي ندير البنات شويه هنايا في الوسط بحال هكا هنايا، وغادي ندير هنا شويه نتاع السميد، دايره له شويه نتاع الزيتي شويه. غادي ندير هنا في الجوانب، هنا في الجوانب بحال هكا ندير شويه نتاع الزيت. كيجيو البنات ما شاء الله مقرمشين، ندير لهم بحال هكا. غادي نصايبهم بحال هكا البنات. المهم حتى الدراري راكي تدخلي الانستغرام كيقول لك كتقولي غير الدراري اي البنات. المهم بحال هكا غادي ندير شويه نتاع السميده وانا نوريكم اول وحده. غادي ندير الزيت، بحال هكا. غادي نجيب هادي نديرها قدوها مزيان باش تجي عندنا ما خرجي لهاش كاع الجناب. المهم ندير لها هادي بحال هكا، وهادي البنات غادي نديرها هنا لتحت، هنا لتحت وغادي نقلبها بحال هكا. هكا باش غادي تجي فيها طبقات بحال هكا البنات. غادي نخليها حتى تترخف وراكم معايا حبيباتي.
بناتها هما عمرتهم وترخاو شويه وغير شويه هبط عليهم يدي ماشي بزاف، وغادي ندهنهم بالصفار نتاع البيض. البنات غادي نديرهم في الفران، ما غاديش نطيبهم في الزيت يعني في المقله، يعني كل مره نديرو هكا ثاني غادي يجيو ثاني ناشفين. المهم انا غادي ندهنهم كاع باصفر البيض، وانا ديجا شاعله الفران غادي ندخلهم يطيبوا ونشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالهم. بقاو معايا يا حبيباتي. البنات ها هما المسمنات ديالنا، بسم الله ما شاء الله جايين ما شاء الله غزالين البنات. شوفوا سمعوا البنات، سمعوا القرماشه، بسم الله ما شاء الله كيجيو غزالين. غادي نفتح معكم وحده، شوفوا البنات، شوف كي جايين من الداخل. سمعوا البنات القرماشه كيجي ما شاء الله، شوفوا الحشوه كي جايه من الداخل. نتمنى البنات ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما كما العاده ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش بالبارطاج واللايك وشي كومونتير زوين بحالكم. نقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو جديد. نوح عليكم احباباتي، كنموت عليكم، مع السلامه.